السلام عليكم، برحب بحكم في لقاء جديد من طبيبك الخاص. والنهاردة يعني أنا بواجه رسالة مهمة جدا جدا لكل المتعافين من الفيروس يا جماعة، وكل اللي عندهم أمراض كبد مزمنة. من أنجح الحملات العلاجية اللي تمت في مصر والعالم العربي في الفترة اللي فاتت كانت حملة علاج فيروس سي. عيانين فيروس سي بعد ما بيكتمل العلاج بالشفاء التام من فيروس سي بيقع في خطأ كبير جدا، لان العيان مش فاهم الفرق ما بين الشفاء من فيروس سي كعدوى والشفاء من مرض الكبد اللي سببه فيروس سي. بمعنى ان العيانين بنقسمهم الى قسمين، القسم الاول هو اللي تعافى خلاص من فيروس سي وعملنا له التحليل، تحليل بي سي ار الكمي بعد نهاية العلاج ولقينا ان التحليل سلبي، طيب كده يبقى قضينا على الفيروس. طيب هل كده تم الشفاء؟ لا، لازم العيان بيعمل حاجة اسمها وظائف الكبد ونتأكد انها طبيعية، ورقم اتنين يعمل اشعة موجات صوتية على الكبد ونتأكد ان مفيش اي اثار للتليف. لو تأكدنا ان وظائف الكبد طبيعية واشعة السونار بتقول ان مفيش اي اثار للتليف على الكبد وتحليل البي سي ار طلع سلبي، نقدر نقول بكل ثقة ان العيان تعافى بالكامل من فيروس سي، يعني غالبا مش هيحتاج اي حاجة بعد كده، ويفضل ان هو يبقى يعمل شيك اب بعد سنة او سنتين لمزيد من التأكيد. الجزء الثاني من العيانين هو اللي بعد ما بياخد العلاج بيعمل تحليل البي سي ار فيلاقي ان هو بقى نيجاتيف، وبكده يبقى كده تعافى تماما من العدوى الفيروسيه. ولكن لو عملنا اشعه سونار هنلاقي ان عنده اثار للتليف، يا اما التليف بادئ في مرحلة أولى أو وسط أو غيره. دي يا جماعة دي النقطة اللي بتعدي ناس كتيرة جدا، إنها ما بتعملش أشعة بعد العلاج وتطمن على نفسها. لا قدر الله لو الشخص عنده أي نسبة ولو بسيطة من التليف بيبقى عنده إحساس خاطئ إن هو تعالج تماما من الفيروس، بيفضل بقى التليف ده يزيد مع الوقت يزيد، لأن التليف لا يتوقف، بيبقى عملية مستمرة، ولكن لو في رعاية طبية ممكن بنحد من التليف ده. في الحالة دي لا قدر الله العيان بيتفاجئ بعد فترة إن عنده تدهور في وظائف الكبد، وفجأة ممكن لا قدر الله يظهر أورام في الكبد، وده بسبب ان هو ما تابعش بشكل جيد. الرسالة المهمة اللي عايز اوصلها لكل المتعافين من فيروس سي، اطمن على نفسك، سيادتك بعد اذنك تروح لدكتور متخصص في الكبد والجهاز الهضمي ويعمل لك وظائف الكبد ويعمل لك دالات الأورام ويعمل لك موجات صوتية على الكبد في مركز أشعة متخصص، وتتأكد ان مفيش اي اثار للتليف على الكبد، وده بيضمن الشفاء التام باذن الله. ودايما بتمنى لحضراتكم الصحة والسلامة، وبشكركم والى لقاء جديد ان شاء الله.